أخبار اليوم. هبة المصريين، حلم اليوم وأمل الغد، عمل جاد وجهد مخلص يبذله كل مصري في أرضه، في صنعته، في حرفته. ولقد أثبتت القوات المسلحة المصرية عبر التاريخ أنها جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن وشعبه. ويعمل أبناء مصر في القوات المسلحة بجميع أفرعها على قلب رجل واحد، وتتشابك الأيادي ويتحد المصريون ليصبحوا فريقا واحدا ليرفع اسم مصر عاليا. يد تبني ويد تحمل السلاح. سلاح المركبات يمثل شريان الحياة للقوات المسلحة في أوقات السلم والحرب، وقد شهد هذا السلاح الهام الكثير من مراحل التطوير، وخاصة في مجال إنتاج قطع الغيار والتجهيزات والصناعات المغذية للمركبات. أنشئ سلاح المركبات في 14 مارس عام 1938 بمهمة الصيانة والإصلاح والنجدة لمركبات القوات المسلحة، وهو يمثل شريان الحياة لها في وقتي السلم والحرب، فبواسطته يتم تنفيذ مهام التدريب والعمليات وأيضا مهمة نقل احتياجات الإعاشة للقوات. وكان إنشاء الورش الرئيسية للإنتاج رقم 11 عام 1978 هو أبرز ملامح هذا التطوير، لتصبح بحق مجمع للصناعات المغذية للمركبات، ليساهم بدور كبير في المحافظة على الصلاحية الفنية لمركبات القوات المسلحة. تستخدم أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية، منهم ثلاث مصانع حاصلين على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2008. ومن أبرز أقسام الورش الرئيسية مركز التصميم الآلي، وهو المختص بعمليات التصميم الهندسي للإسطمبات. مصنع الإسطمبات الذي يقوم بإنتاج الإسطمبات المختلفة اللازمة لمراحل الإنتاج في جميع المصانع. مصنع الشكمان، وهو من أحدث المصانع بمنظومة التصنيع التابعة لسلاح المركبات، وينتج مختلف أنواع الشكمانات التي تحتاجها المركبات ذات المهام المختلفة، ويعمل بطريقة آلية متكاملة لضمان الجودة والدقة. والمصنع حاصل على شهادة الجودة العالمية الأيزو 9001 عام 2008، ويبلغ إنتاجه 45,000 شكمان سنويا. جميع المصانع عندنا في حالة تطوير مستمر، والتطوير ده بيبقى بغرض تحسين كفاءة المنتج، خفض العمالة البشرية، زيادة الطاقة الإنتاجية. مثلا عندنا مصنع رتير تم تحديثه ببعض المعدات الحديثة، وده لزيادة كفاءة التبريد مع خفض العمالة البشرية وخفض وزن المنتج. مصنع الرادياتير هو أيضا حاصل على شهادة الأيزو 9001 عام 2008، وتبلغ طاقته الإنتاجية 10,800 رادياتير سنويا. يقوم المصنع بإنتاج جميع أنواع السربنتينات والرادياتيرات، وذلك من خلال ثلاثة أقسام رئيسية: قسم تصنيع السربنتين، قسم التجهيز، ثم تأتي المرحلة النهائية للإنتاج بقسم التجميع.
تصنع الأجزاء الغير معدنية، حيث يتم إنتاج الأجزاء وقطع الغيار غير المعدنية للمركبات من خلال عدة أقسام: قسم البلاستيك، قسم الجوانات، قسم المنتجات المطاطية، قسم المشغولات العامة، وقسم الفايبر جلاس. مصنع إنتاج وحدات التخزين المعدنية، وتصل طاقة الإنتاج إلى 3000 وحدة تخزينية سنوية. مصنع الفوم، تم إنشاء المصنع لتطوير أعمال تجديد وتصنيع كراسي المركبات، وذلك باستخدام أحدث ماكينات حقن الفوم، وتبلغ طاقة الإنتاج للمصنع 15000 كرسي سنوي. مصنع قطع وتشكيل المعادن، وهو يقوم بأعمال قطع وتشكيل المعادن المختلفة والصلب المدرع، وكذلك أعمال اللحام غير النمطية. ويحتوي المصنع على أحدث المعدات التي تعمل بالحاسب الآلي، مثل ماكينة القطع بالبلازما، ماكينة القطع بالليزر، ماكينة تقطيع الصلب، ماكينات القطع والتكسير. ورش إصلاح وإنتاج المعدات الفنية وخط دهان الإلكتروستاتيك، حيث يتم إنتاج بعض معدات الورش مثل ترانسات اللحام وتناجر الشحن وضواغط الهواء وكواريك الرفع الهيدروليكية وماكينات لحام الإطارات. ويتم أيضا إصلاح جميع المعدات لهذه الورش. كما يحتوي المبنى على خط دهان للأجزاء والمنتجات المعدنية بنظام الإلكتروستاتيك، وهو نوع من الدهان مقاوم للاحتكاك والتآكل للأجزاء المعرضة للرطوبة والحرارة. مصنع المركبات المدرعة، حيث يتم إنتاج المركبة المدرعة تمساح، والتي تحقق مستوى حماية B6، وهي حمولة من 4 إلى 6 فرد، ومجهزة ببرج وحامل لرشاش وآخر لقاذف قنابل. ويبدأ خط الإنتاج بمحطة تجميع أرضية الهيكل الرئيسي للمركبة، ثم يستكمل الهيكل من خلال محطة تجميع ولحام لباقي الأجزاء مثل المقدمة والأبواب الجانبية والخلفية، ثم تركيب برج المركبة. ينقل الهيكل بعد استكماله لمحطة السفح بالرمال، حيث يتم تجهيزه لأعمال الدهان والتي تتم بغرفة الدهان المخصصة لذلك. يتم نقل الهيكل المدهون لخط تجميع المركبة، حيث يتم تجهيزه من خلال 4 محطات: محطة الفايبر جلاس والعزل الحراري، ثم محطة أعمال الكهرباء والتكييف، محطة تركيب الفرش الداخلي، ثم يتم تجميع وتثبيت الهيكل على شاسيه المركبة، ثم يتم تركيب زجاج المدرع. مصنع إنتاج المقطورات، طبقاً لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بدراسة إمكانية تصنيع مقطورة لنقل الدبابة M1A1، تم إنشاء خط لإنتاج مقطورات رؤوس الجرارات حمولة 40، 50 و70 طن، وتم إنتاج العينات الأولية واختبارها بالحمولات المقررة معملياً وعلى الطرق، وحققت الشروط والمواصفات المطلوبة. وجدير بالذكر أن تكلفة إنتاج مقطورة نقل الدبابة M1A1 بالورش تبلغ ثلث تكلفة التدبير الخارجي. مركز الفحص والمعايرة التخصصي، تم إنشاء مركز الفحص والمعايرة التخصصي بغرض التأكد من جودة الأصناف المنتجة والأصناف والخامات التي يتم تدبيرها بواسطة الإدارة، وكذا معايرة معدات القياس والآلات الموجودة بالورش. ويقوم المركز بتقديم الدعم الفني والهندسي للجامعات وطلاب الدراسات العليا والجهات المدنية بعد التصديق من جهات الاختصاص. وهكذا تمضي مسيرة التطور في سلاح المركبات باستخدام أحدث التقنيات في مجال إنتاج قطع الغيار والصناعات المغذية للمركبات وصناعة المعدات الثقيلة. وستتواصل المسيرة للارتقاء المستمر بقدرات ورش الإنتاج ومصانعها المختلفة ومراكزها التخصصية، والتي يقوم عليها رجال مؤمنون بربهم وبرسالتهم
في دعم الكفاءات القتالية للقوات المسلحة، وهو الدور الذي يقومون به على أكمل وجه لتحقيق آمال وطموحات المصريين كفريق واحد وشعب واحد ووطن واحد، يسع جميع أبنائه المخلصين من أجل أن تحيا مصر. تحيا مصر.